قبل لحظات من انطلاق صفرة الحكم مساء الجمعة لبدء مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا والسويد في ستاد فرانس شمال العاصمة باريس، وقف اللاعبون وجمهور المتفرجين بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دقيقة صمت إحياء للذكرى الأولى لهجمات تشرين أول نوفمبر وترحما على أرواح الضحايا. أدركنا أن هناك تهديدا وأن الفرنسيين قلقون، هم يفكرون في ذلك، نحن في السلطة نفكر في ذلك كل ثانية، يجب أن نقوم بالفعل وأن نتخذ التدابير اللازمة ونعززها كل يوم كلما اقتضت الحاجة مع الحفاظ على حرياتنا. لن نكون كما كنا من قبل، ويجب أن نكون أكثر قوة من قبل. الشرطة الفرنسية شددت من إجراءاتها الأمنية وفرضت طوقا في محيط الملعب ونشرت عناصر أمن مدججين بالسلاح وفتشت المركبات والمتفرجين. لا يجب أن نخاف إلى هذا الحد، الوضع أمن، الشرطة تقوم بالتدابير اللازمة كل الوقت، لا يجب أن نعيش في خوف ويجب أن نمضي قدما. كان الجمعة 13 من تشرين أول نوفمبر 2015 يوما أسود في حياة الفرنسيين، يوم أن نفذ 8 مهاجمين بالرصاص والأحزمة الناسفة هجمات في مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية.